كانت معاناة الفنان أحمد زكي مستمرة معه طيلة حياته، ولم تتركه أحزانه يوما أو ساعة واحدة. ظل أحمد زكي وحيدا، ولكن الوحدة جعلت منه شخصا مثقفا مليئا بالطاقة والحيوية. ورغم أنه من السيء الفرح بمعاناة شخص، ولكن في حالة أحمد زكي لولا ما رأى لما كان ذلك الاسم الذي يزلزل وجداننا. جميع الأدوار التي تقمصها أحمد زكي في أفلامه هي تشبه علاقته بالآخرين وتشبه علاقته بنفسه. كان يجسد لنا شخصيات نعيش معها ونظل نتذكرها، أما هو فيعود وحيدا مرة أخرى منتظرا شخصية جديدة ينسبها لنفسه ليتعايش معها وتكون رفيقته إلى وقت معين. وكان يحلم أحمد زكي بتقديم رواية أولاد حارتنا للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكان ينوي تقديمها من خلال الدراما، وكان يريد أخذ الموافقة من الأزهر الشريف على تقديم الرواية. وحكى الراحل عن أمنيته في تقديم هذا العمل الذي يراه سيكون فريدا ومتميزا على الشاشة. وخلال مرضه الأخير كان ينوي بعد الشفاء البدء في ذلك، محدثا أصدقائه أنه سيبذل قصارى جهده حتى يظهر العمل كما يحلم، ولكن ليس كل ما نتمناه ندركه. تمكن المرض منه ولم يستطع حتى مجرد التفكير في الأمر. وكانت وصية الفنان أحمد زكي الأخيرة في أثناء مرضه هو أن يتم بناء مسجد يحمل اسمه، ويكون هو أول من يصلي فيه وأول من يصلى عليه فيه. وقال لأصدقائه عايز أبني مسجد لوجه الله ويبقى اسمه مسجد أحمد زكي، وتخلوني أنا أول واحد أصلي فيه قبل ما أموت، ولما أموت أنا أول واحد يتصلى عليه فيه. وكان المرض يأكل في جسده، وكانت هي نهايته بعد ذلك بوقت قصير. مات أحمد زكي لكنه دائما موجود حولنا بأعماله وشخصياته التي أتقنها وقدمها لنا بأدائه الذي لا مثيل له. ورحل أحمد زكي وأمنيته الأخيرة لم تنفذ، وما كان يريده في أواخر أيامه لم يحدث. رحل جسدا لكن روحه معنا بكل تأكيد. ورحل الفنان أحمد زكي عن عالمنا في 27 مارس عام 2005 نتيجة إصابته بسرطان الرئة الذي أفقده القدرة على التنفس حتى وصل إلى الكبد وهاجم بصره، وكانت أعراضه زادت عليه عند تصوير آخر أفلامه فيلم حليم، والذي جسد فيه شخصية الفنان الراحل العندليب عبد الحليم حافظ.